أيضا مشاهدينا معنا على الهواء مباشرة هاتفيا، معنا الأستاذ أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. يعني نتحدث عن علاقات مصرية كرواتية ممتدة، هذه الزيارة للرئيس الكرواتي بالتأكيد هي زيارة تهدف إلى تنشيط ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية في ظل ظروف دولية صعبة ترمي بظلالها على الاقتصاد العالمي بالتأكيد. أتحدث هنا في البداية عن العلاقات السياسية، كيف تقرأها في ظل هذه الزيارة؟ بالطبع هي علاقات متميزة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي منذ بداية العلاقات الرسمية الدبلوماسية في عام 1992 بعد استقلال كرواتيا عن الاتحاد اليوغوسلافي. وهذه العلاقات تأخذ منحى مهم حقيقة في مجال السياسة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال تنسيق المواقف الإقليمية والدولية. يعني التقى الرئيس السيسي برئيس كرواتيا في 2015 كوليندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت حقيقة يعني خلال هذه السبع أو ثمان سنوات شهدت علاقات طفرة كبيرة في ظل توافر الإرادة السياسية بين البلدين، في ظل أيضا الحرص على تنمية وتطوير هذه العلاقات وتعزيم التبادل التجاري الذي يتجاوز الآن ما يقارب ربع مليار دولار. وهناك العديد من الفرص الواعدة التي بالطبع ستنتج عن هذه الزيارة في تعزيز مزيد من الاستثمارات المشتركة، مزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة أن كرواتيا حقيقة هي من الاقتصادات الواعدة في جنوب في شرق وجنوب شرق أوروبا. وإحنا نعرف أن مصر حقيقة أولت في عهد الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بدائرة شرق أوروبا حقيقة. يعني كانت الدائرة التقليدية هي أوروبا الغربية وأمريكا، دائرة شرق أوروبا كان أيضا دائرة وسط آسيا. ويعني منذ أيام زار الرئيس أذربيجان وأرمينيا. هنا الفلسفة الانفتاح على الاقتصادات الواعدة المهمة التي شكلت تجارب النمو متميزة، وكرواتيا هي من الاقتصادات الواعدة سواء في مجال الأمن الغذائي، في مجال القمح، إنتاج القمح، في مجال الزراعة، في مجالات التقنيات، في مجالات عديدة حقيقة تمثل أهمية كبيرة. إضافة إلى أن كرواتيا هي أيضا أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي ودخلت منطقة شنغن ومنطقة اليورو، وبالتالي هذا يعزز من العلاقات المصرية الكرواتية ويدعم أيضا التعاون ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم في ظل متغيرات عالمية، في ظل حالة من الاستقطاب الدولي، في ظل استمرار الأزمات الكبرى الروسية الأوكرانية واستمرار تداعياتها الاقتصادية السلبية على كل دول العالم. من هنا يبرز أهمية هذا التنسيق وهذا التعاون في ظل أن مصر والرئيس السيسي دائما ينفتح على كل الدول كل المناطق في إطار تعظيم ودبلوماسية التنمية التي تقوم على توظيف العلاقات السياسية الجيدة مع كل دول العالم في تعزيز التنمية في الداخل، في جذب الاستثمارات، في فتح آفاق للاقتصاد المصري والسلع المصرية في الخارج. في مصر لديها الآن مشروعات قومية واعدة، فرص استثمارية هائلة، بيئة من الاستقرار السياسي الأمني، كلها تمثل وجهة مهمة للاستثمارات الخارجية ومنها بالطبع كرواتيا. وأعتقد أن مصر انفتحت بشكل كبير من سواء مجموعة الفيشجراد أو حتى التحالف المصري القبرصي اليوناني، كل هذا بيعكس حيوية وقوة وفعالية السياسة المصرية في تعزيز دور مصر الإقليمي في مواجهة التحديات المختلفة سواء على المستوى السياسي أو في تعظيم التعاون الاقتصادي الذي يخدم في نهاية المطاف الاقتصاد المصري ومن ثم تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. نعم، دائما الحديث سياسيا يقودنا إلى الاقتصاد بكافة أشكاله ومفرداته بالتأكيد، وجهان لعملة واحدة. لكن سياسيا أستاذ أحمد، وأنا مهتمة بفكرة الدبلوماسية الخارجية المصرية وكيفية تعامل هذه الدبلوماسية طبعا في ظل قيادة حكيمة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنظر
إلى الخارج والنظر إلى شراكات جديدة وتنشيط علاقات مصرية بمختلف الدول الأوروبية ومختلف دول العالم في إطار من مبدأ الإفادة والاستفادة والعلاقات المشتركة وعلاقات الصداقة. كرواتيا من ضمن هذه الدول، كيف تقيم هذه الدبلوماسية ومساعيها وهذه الخطى الثابتة للدبلوماسية المصرية الخارجية، كيف تقرأها في ظل متغيرات عالمية وتعامل هذه الدبلوماسية بحكمة شديدة مع دول العالم المختلفة؟ يعني بالطبع السياسة المصرية في عهد الرئيس السيسي هي قائمة على ما سماها المسارات المتوازية المتكاملة ولها فلسفة واضحة، هي الانفتاح لكل الدوائر السياسية في العالم، الدائرة الأمريكية، الأفريقية، الأوروبية، أوروبا، غرب أوروبا، شرق أوروبا، الدائرة الآسيوية. قبل أيام كان الرئيس السيسي في الهند، وعلاقات مصر متميزة مع كافة القوى الاقتصادية الكبرى سواء الهند، اليابان، الصين، روسيا، أمريكا، كل القوى الاتحاد الأوروبي أو حتى على كل الدول النامية والاقتصادات الواعية. هذه النقطة. النقطة الثانية هو أن تنويع هذه الشراكات الاقتصادية في نهاية المطاف يهدف إلى تعزيز التنمية في الداخل في إطار دبلوماسية التنمية. الأمر الثالث أن الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية في عهد الرئيس نطلق عليها السياسة الرشيدة النزيهة التي تستهدف هذا المبدأ، النفع المتبادل، الاستفادة المتبادلة، العلاقات القائمة على التعاون والازدهار في إطار معادلة الكل رابح رابح، بينما الصراعات والتوترات والاستقطاب الذي نشهده في العالم الكل خاسر خاسر، ورأينا كيف أن الحروب وهذه الصراعات تؤدي تأثير سلبا ليس فقط على أطرافها ولكن على كل دول العالم. من هنا اكتسبت السياسة المصرية المصداقية والثقة من كافة دول العالم. زيارة الرئيس الكرواتي اليوم هي تأتي في إطار هذا التقدير الدولي لأهمية مصر، مكانة مصر، سواء دور مصر في الدبلوماسية المصرية أو التجربة التنموية المصرية القائمة على تعظيم المنافع المشتركة، القائمة على أن لابد من أن يكون هناك إطار دولي للعمل الجماعي، تبادل المنافع، توظيف الموارد، استغلال كل الآفاق. هذا هو السبيل لمواجهة التحديات العالمية، لأن التحديات الآن تطال كل الدول، تحديات جماعية لا يمكن لدولة بمفردها أن تواجه هذه التحديات، سواء تغيرات مناخية أو أزمات اقتصادية عالمية، وإنما أحد المداخل الأساسية في التعامل معها هو تعظيم التعاون الجماعي الدولي. وهذا يفسر لنا هذه الزيارات الخارجية أو الزيارات إلى مصر. والآن كل يبحث عن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، بعد الأزمات الروسية الأوكرانية، في ظل هذا الأمر ومصر هي من الوجهات المهمة التي تكون وجهة لكل هذه الدول ومنها بالطبع كرواتيا. هناك مزايا متبادلة، هناك مزايا نسبية. هذه الدبلوماسية المصرية حقيقة حققت طفرة كبيرة في خلال هذه السنوات في تعظيم الشراكات، أيضا ليس فقط على المستوى السياسي وتعظيم دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات، الإرهاب، الهجرة غير المشروعة، لأن الدبلوماسية المصرية قائمة على أسس وثوابت واضحة وراسخة، احترام ميثاق الأمم المتحدة، القانون الدولي، عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول، احترام سيادة الدول ووحدتها، رفض كل أشكال التدخلات الخارجية. هذا المنهج في السياسة الخارجية هو ما أكسب مصر هذا الثقة وهذه المصداقية وهذا الانفتاح لكل الدول حتى التي بينها استقطابات، والكل يقدر الدبلوماسية المصرية. وأيضا يأتي للتعاون وبناء شركات اقتصادية مع مصر في ظل اقتصاد قوي، اقتصاد واعد يحقق معدلات نمو مرتفعة رغم هذه التحديات العالمية. وبالتالي مصر في منطقة الشرق الأوسط دولة محورية، دولة مفتاحية في المنطقة، وأيضا لأفريقيا التي يتنافس عليها كل الدول كبيرها وصغيرها. ومن هذا تأتي أهمية مصر سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا، وأيضا دورها في قيادة تيار عالمي يقود التعاون الجماعي، يقود الاعتدال في العلاقات الدولية والاستقرار في مقابل تيار التوترات والاستقطابات الذي نشهده حاليا في العلاقات الدولية. نعم أستاذ أحمد، ضيفي الكريم منذ قليل دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية، كنا نتحدث عن فكرة إلى أي مدى الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي، وكلاهما مصر حققت في الكثير من الجولات المهمة في الحقيقة، يعني على الصعيد الأمني ومكافحة الإرهاب، وكيف استطاعت مصر أن تكافح الإرهاب إلى أن وصلنا إلى
هذه الدرجة من الاستقرار الأمني الذي نشهده، وأيضا فكرة الاقتصاد المستقر والاقتصاد الذي يتعامل مع المتغيرات العالمية بأسلوب أو بحكمة شديدة إذا جاز الوصف، وبترقب وبحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. إلى أي مدى هذه العوامل بالتأكيد رمت بظلالها على الوضع أو المشهد المصري برمته والتعامل مع الخارج من منطلق قوة، من منطلق ند بند، من منطلق تعاون مشترك بين مصر والدول الأوروبية المختلفة؟ بالطبع دكتورة، أن هذا التمثال المصرية وهذه التجربة المصرية حقيقة هي أصبحت تمثل نموذج ليست فقط في الدول النامية، ولكن محل تقدير وإشادة من دول العالم، حتى الدول الكبرى. يعني نتذكر عندما جاء الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط والتقى مع الرئيس سيسي، وعندما جاء الرئيس الصيني إلى المنطقة أيضا وعقدت القمة العربية الصينية، عندما نجد أيضا روسيا ووجودها في المنطقة وكل القوى، حقيقة هذا بيعكس الحيوية والفعالية للسياسة الخارجية المصرية، وهذا أيضا هو نتاج لامتلاك مصر لكل مقومات القوى الشاملة، القوى العسكرية، القوى السياسية، القوى الاقتصادية، من خلال الاقتصاد المصري القوي، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي. مصر الآن هي في مرحلة الانطلاق الاقتصادي بعد هذه البنية الأساسية يعني غير مشهودة حقيقة في تاريخ مصر، والتي لم تتحقق منذ أكثر من 100 عام في كل أنحاء مصر، في كل هذه المحاور، في البنية الأساسية وفي الطرق الكبار، في كل هذه المشروعات حقيقة، وتعكس هذا الأسس السليمة التي قام عليها الاقتصاد المصري، وتزامن الإصلاح النقدي مع الإصلاح الاقتصادي، مع أيضا مواجهة التحديات، يعني سواء جائحة كورونا أو التحديات طبعا التي استطاعت مصر التغلب عليها، وهو كان أبرزها بالطبع تحدي الإرهاب. لم يتوقف العمل التنموي والمسار التنموي مع أيضا تزامن مع مسار مواجهة الإرهاب، واستطاعت مصر أن تستأصل الإرهاب لأنها اعتمدت على المعالجة الصحيحة، الرؤية الشاملة، المواجهة الفكرية ومواجهة الخطاب المتطرف، المواجهة الأمنية، المواجهة التنموية، كل أنواع المواجهات. وهذا ما كان محل حقيقة تقدير من الدول الكبرى التي اكتظت نار الإرهاب، كانت تركز فقط على المعالجات الأمنية، بل أن هذه الدول كانت لديها ازدواجية في التعامل مع الإرهاب، وبالتالي عندما اقتربت وتماهت مع الرؤية المصرية استطاع العالم أن يعني يتم اندحار التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش في سوريا والعراق، أيضا تناقض هذه التنظيمات وخطورتها كما كان حتى في السنوات الماضية. وبالتالي التجربة الاقتصادية مع التجربة التنموية مع التجربة في معالجة التحديات الإرهاب وغيرها بتعكس صوابية وبتعكس فعالية وقوة ورشادة السياسة الخارجية المصرية والمسار الذي تسير عليه مصر، وهذا المسار المتوازي في كل المجالات التنموي والسياسي، مع الانفتاح على الشراكات مع كل دول العالم، الانفتاح على الدار العربية، ورأينا كيف أن مصر كانت محور للتفاعلات العربية مع الأشقاء العرب والدول المركزية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، والتي تمثل كلها صمام أمان للعمل العربي المشترك والتعاون في إطار الأخوة، في إطار الأشقاء، في إطار المصالح التي تجمع بين مصر وأشقائها العرب. كل هذا جعل المنطقة منطقة تحتل أهمية كبيرة في الخريطة السياسية الدولية، جعل الدول الكبرى تأتي للمنطقة بسبب هذه الفعالية وتبني سياسة الحد الإيجابي فيما يتعلق بالاستقطابات العالمية، الأزمات العالمية، وأيضا فيما يتعلق بتعزيز مفهوم التنمية، مفهوم العمل الجماعي. رأينا مصر دولة رائدة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، وكيف أنها قادت التيار العالمي في كود 27 في شرم الشيخ، في إطار العالم الآن يحصل ارتدادات والعودة مرة أخرى إلى الوقود الأحفوري يعني التراجع عن الالتزامات الدولية في المؤتمرات السابقة. كل هذا بيعكس حقيقة أن السياسة المصرية الرشيدة المتوازنة الحيادية الفاعلة استطاعت أن تكون لها موقع متميز في خريطة التفاعلات سواء الإقليمية أو الدولية، وهذا حقيقة ما كان له انعكاس إيجابي على الاستقرار في المنطقة، في معالجة الأزمات، في إطار الرؤية المصرية والتسوية السياسية والحفاظ على الدول، وانعكاسات على الداخل المصري وتعزيز التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
نعم أستاذ أحمد، يعني هناك الكثير من المجالات أو القطاعات التي يمكن الشراكة فيها بين مصر وكرواتيا، بالتأكيد الطاقة كما ذكرنا، أيضا صناعة السيارات، الصناعات الهندسية والسياحة. والسياحة من القطاعات التي تهتم بها الدول كثيرا نظرا للدخل، ويعني الدخل الخاص بقطاع السياحة دخل بيكون خاصة إذا كانت الدولة سياحية في المقام الأول، فهي بتعتمد عليه بشكل أو بآخر. وبالتالي نتحدث عن كرواتيا دولة سياحية، مصر دولة سياحية في المقام الأول، كيف يمكن الاستفادة والاستثمار في هذا المجال، وكيف تستفيد الدولتان من هذا القطاع بشكل أكبر وأكثر في المستقبل القريب؟ يعني بالطبع التعاون السياحي هو احد مجالات التعاون الوعيد بين البلدين، وهناك بالفعل اتفاقيه خاصه في مجال التنشيط السياحي بين البلدين، اضافه لاتفاقات اخرى يعني بتحكم وتعزز هذا التعاون بين البلدين في المجالات المختلفه. السياحه الكرواتيه مهمه لمصر في ظل الان ما تتمتع به مصر من مزايا كثيره حقيقه، مزايا سياحيه، وفي ظل حتى الشمس المتواجده، وفي ظل ازمات الطاقه في اوروبا التي تدفع الاوروبيين ومنهم شرق اوروبا الى الاتيان الى مصر للاستمتاع بهذا الجو الدافئ. هناك ايضا مجالات في سياحه شرق اوروبا، هناك يعني مزايا نسبيه تقدمها مصر في مجال السياحه تمثل بيئه يعني وجهه مهمه للجانب الكرواتي وجانب ايضا كل دول شرق اوروبا حقيقه وكل دول اوروبا بشكل عام. وبالتالي هذه الزياره احد الملفات المهمه المطروحه وللنقاش، وهي وجود اتفاقات وتفاهمات وبروتوكولات حول دعم القطاع السياحي بين الجانبين. هناك ايضا مجالات منع الازدواج الضريبي، هناك مجالات الخاصه بالمجال العلمي بين الجانبين في مجال الطاقه والطاقه المتجدده والتحول الى الاقتصاد الاخضر. وهنا يعني يراهن حقيقة الجانب الكرواتي على التجربة المصرية في التوسع في الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر واعتماد على الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية. ونحن نعرف أن مصر الآن هي مركز إقليمي للطاقة وأيضا للغاز المسال، وأوروبا بشكل كبير الآن تسعى وتعتمد بشكل كبير على الطاقة كبديل عن مصادر الطاقة الروسية. وهنا فإن مصر تبرز أهمية مصر وأيضا كدورها في تعزيز أمن الطاقة في الشرق المتوسط في منطقة الشرق الأوسط. ثم هناك أيضا مجالات التعاون في مجال التقنيات الحديثة، في مجال الزراعة، في مجال التكنولوجيا، في مجال الكهرباء والربط الكهربائي. يعني هناك مشروعات كثيرة حقيقة تمثل أهمية كبيرة في تعزيز ورفع سقف التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لكي يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة من ناحية، ومع حجم الفرص الكبيرة الكامنة والواعدة التي يمكن توظيفها لصالح البلدين ولصالح الشعبين. نعم أستاذ أحمد، حضرتك ذكرت منذ قليل فكرة انضمام كرواتيا مؤخرا لعضوية اليورو، هذه الفكرة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فبالتالي كيف يمكن أن تستفيد مصر من هذه النافذة المهمة وهذه العضوية لكرواتيا لليورو؟ يعني بالطبع هو كرواتيا طبعا احد الدول المهمه في الاتحاد الاوروبي، يعني الدول الحديثه التي انضمت للاتحاد وحصلت على دوله شنغن واليورو، وبالتالي هذا بيعطي لها ميزه نسبيه حقيقيه مهمه يجعلها احد البوابات المهمه لمصر تجاه الاتحاد الاوروبي. يعني رغم ان العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي شهدت طفره كبيره بشكل عام، العلاقات كاتحاد ككل، الاتحاد الاوروبي هو يعتبر الشريك التجاري الاكبر لمصر، الا ان العلاقات بين مصر ودول الاتحاد كفرادة هي علاقات متميزه، سواء دول غرب اوروبا او دول شرق اوروبا، ونتذكر دول الفيشجراد والمجموعه ايضا والتي تشكل ايضا مدخل لبوابه لاوروبا، وهناك ايضا رومانيا وكثير من الدول التي حقيقه هي تمثل مزايا نسبيه مهمه، يعني لها استفاده من معايير الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالتصنيع، فيما يتعلق بالمجالات المختلفه، كل حاجه سيكون له انعكاسات ايجابيه حقيقه على التعاون المصري الكرواتي، كما انه ايضا يفتح اسواق جديده في هذه المنطقه المهمه من العالم شرق اوروبا للسلع والمنتجات المصريه، والتي حقيقه تتناسب وتتوائم مع الاسواق الكرواتيه والاسواق في شرق اوروبا، كل هذا حقيقه يكون لها مردود. هي ايضا فرصه لجذب مزيد من الاستثمارات الكرواتيه، وفي دول شرق اوروبا
الى الاستثمار في المشروعات القوميه العملاقه في محور التنميه قناه السويس، في كثير من غيرها من المشروعات المنتشره في كل انحاء الجمهوريه. وبالتالي هذه الزياره تمثل اهميه كبيره. كرواتيا كدوله مهمه لديها تجربه اقتصاديه متميزه، لديها عضويه في الاتحاد الاوروبي، هذه المزايا النسبيه تمثل ولها انعكاسات ايجابيه حقيقه على التعاون الاقتصادي، على جذب الاستثمارات، على فتح افاق لاسواق جديده للسلع المصريه، وكلها بالطبع يكون لها مردود ايجابي على التنميه وعلى الداخل وعلى المواطن المصري. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.